السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامجي مقاصد. العقيدة أساس الدين، وهي الدم الذي يسري في جسد الإسلام كله، وقد شدد على أهميتها القرآن الكريم كما لم يشدد على أي تقسيم آخر في الإسلام، إذ يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بل إن علماء العقيدة يقولون ببطلان كل عمل مهما حوى من خير ما لم يصدر عن عقيدة صحيحة، مستدلين بقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فما هي العقيدة؟ وما وظيفتها؟ وما دورها في صوغ علاقة المسلمين فيما بينهم، خصوصا أولئك الذين اختلفوا في بعض العقائد أو في تأويلها، وكذلك علاقتهم بغير المسلمين؟ أسئلة أطرحها في حلقة اليوم على ضيفي الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم. هل العقيدة حقيقة هي مصطلح ديني فقط يتعلق بمسائل الدين، أم أنها مدلولاتها أوسع من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأمر العقيدة أمر جلل وكبير. إذا بدأنا نؤصل لهذه المسألة، فمصطلح العقيدة نفسه من الناحية اللغوية مصطلح عام يشير إلى التصديق بالشيء والثقة فيه ثقة كاملة، لكن من الناحية الاصطلاحية ارتبط بالدين بشكل عام، باعتبار أنه يؤسس لرؤية، رؤية دينية تقوم على فهم الوجود. فالاعتقاد في معناه الاصطلاحي يشير إلى التصديق الجازم المؤكد، التصديق الذي لا يتسرب إليه الشك ولا يزعزعه. وقد يكون هذا التصديق بشيء ليس حقيقيا، يعني ليس بالضرورة أن تكون العقيدة أو المصطلح نفسه لا ينطبق على العقيدة الصحيحة، قد تكون لك عقيدة فاسدة، لكن من جانب المعتقد فإنه يجزم جزما أكيدا ويصدق تصديقا راسخا بما يعتقده. فإن قابل اعتقاد هذا المعتقد في الواقع، يعني إن قابل صوابا فهذه العقيدة الصحيحة، إن قابل شيئا باطلا فهي العقيدة الباطلة. ما الحيز الذي تشغله العقيدة من حيث الأهمية بين التقسيمات الأخرى للإسلام؟ يعني هناك الشريعة والأخلاق والعقيدة، الحيز والأهمية التي تشغله العقيدة في هذه التقسيمات مقارنة بالتقسيمات الأخرى؟ في العادة العلماء يقسمون مسائل الدين للفهم، طبعا التقسيم هنا ليس للتوزيع ولا للتنازل عن أجزاء، ولكن للتوضيح، يعني هكذا دائما التحليل وظيفته أن يوضح. فيقسمون قضايا الدين إلى قضايا أصول وقضايا فروع. قضايا الأصول تنطبق بشكل محدد على العقيدة، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، فيشار إلى هذا على أنه الأصول، ويلاحظ أن هذه الأصول هي الجانب الذي يؤمن به الإنسان ويؤسس للأقسام الأخرى، يؤسس للشريعة كلها بعباداتها شعائرها معاملاتها بشتى صنوف التصرف في هذا الوجود، كله مؤسس على الاعتقاد بلا شك. فمثلا الإيمان بالله عز وجل الواحد الأحد منطلق لبقية الأعمال، الإيمان باليوم الآخر منطلق لبقية الأعمال، الإيمان بصدق النبوة وصحة القرآن وغير ذلك هو منطلق لبقية بقية النشاطات التي يقوم بها الإنسان، سواء وقف مصليا بين يدي الله عز وجل أو تاجرا أو مشتريا أو بائعا أو مسافرا أو مقيما أو ما شابه ذلك. فهي العقيدة هي تمثل الأسس والأصول كالشجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة، فيمكن أن نشبه الإسلام نفسه كله بالنخلة، فجذورها العميقة في الأرض هي هذا الاعتقاد الذي يؤسس لبقية الأشياء. هل يلزم من هذا الكلام أنه إذا اختل الأساس، اختلت العقيدة عند الناس، وتحدث هنا طبعا عن المسلمين ربما، يعني إذا اختلت العقيدة عند المسلمين أو اختلت عقيدة المرأة، هل يلزم من ذلك اختلال ما يترتب عليها من أعمال سواء عبادات أو أحكام أو حتى معاملات؟ طبعا بلا شك، طبعا يعني الاعتقاد إذا يعني تضرر أو ضعف أو يعني انحرف تنحرف معه الأعمال، كما ذكرت الشجرة إذا فسدت أصولها، إذا زالت جذورها، إذا أي ضرر يحدث لها على حسب هذا الضرر. يعني إذا ركبت فوق العقيدة مجموعة من مثلا البدع، مثلا بدع الاعتقاد، تتضرر الأعمال نتيجة لذلك. إذا فسدت تفسد الأعمال،
فحسب الضرر الذي يلحق بالعقيدة يحدث هذا أيضا لفروع الشريعة والدين. سأتي على بحث هذه المسألة معك لأنها يعني قد يكون تكون من الأهمية بمكان، لكن قبل ذلك دكتور، يعني لا شك أن لكل عقيدة، وأنت قلت أن حتى الأديان أو العقائد أو الشرائع الفاسدة ربما أو العقائد الفاسدة ربما يعني ينطبق عليها وصف العقيدة، لكن لكل عقيدة سمات وخصائص محددة. بما تنفرد العقائد الإسلامية أو العقيدة الإسلامية في هذا المضمار؟ خصائصها، سماتها، أهميتها، انفرادها عن باقي العقائد؟ نعم طبعا، يعني يلاحظ أولا المشتركات، يمكن نشير لشيء من المشتركات. لا بأس. يتميز المعتقد بالتحمس لاعتقاده، وهذا التحمس لا يحكم بصحة عقيدة ولا فسادها، حتى يعني نبين ونفصل هذه المسألة. نعم. يعني يمتاز المعتقد بحماسته، يعني تلاحظون هذا الذي يعني حتى الذين يعبدون الأصنام وكذا ربما نجد شيئا من العاطفية في العلاقة بينهم وبين معبوداتهم وكذا، فهذا مع أنه بعد مهم في العقيدة لكن ليس هو الحاكم بصحتها. إذا أردنا أن ننظر في ما تمتاز به العقيدة الإسلامية عن غيرها من الاعتقادات الكثيرة التي تملأ هذا العالم، أولها أن مصدرها رباني، مصدرها رباني، يعني بمعنى أن هذا الاعتقاد لم يهتد، يعني ربما يكون في عمق الفطرة الإنسانية اهتداء إلى بعض معالمه، لكن تفصيله وبيانه بالصورة الواضحة بحيث تبدو العقيدة جزءا من منظومة الإسلام المتكاملة، هذا هو تنزيل من الله عز وجل الذي وضحها وبيّنها وفصلها. كتاب الله تعالى وسنة نبيه وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمه لصحابته ثم ما نقلوه إلينا. فإذا المصدر مصدر رباني، وشتان ما بين اعتقاد مصدره من الله عز وجل هو الإيمان به رأس الاعتقاد كله، فهو الذي بيّن لعباده هذه المسألة لم يكلهم إلى أنفسهم حتى. وهنا يعني هذه مسألة مهمة، لماذا؟ لأن صحة المصدر والثقة فيه تؤدي إلى الثقة في هذه المنظومة التي أوحى الله بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك أن 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 أنهم أننا نطلب من الناس أن يسلموا يعني بداية بصحة هذا الاعتقاد بدون أن يفهموه، بالعكس، نحن ندعو حينما ندعو غيرنا إلى الإسلام نقول لهم نحن نزعم وندعي أن مصدرها إلهي، ولكن فتشوا أنتم عن طبيعتها، فنجد من طبيعتها كذلك أنها عقيدة في أصولها معقولة تماما، لا صدام بينها وبين العقل إطلاقا، لا في كبيرة ولا صغيرة، عقيدة متناسقة ومتناسبة مع العقل. حينما نفتش في أين يتجلى هذا التناسب؟ لو ضربنا مثلا بسيطا في السياق، حينما نفتش في الفهم الغربي لقضية الدين يقولون هو يعني كلمة ريليجن عندهم تشير إلى نوع من التسليم بدون فهم وإدراك. لا، ليس عندنا هذا، هذا ربما يكون في أديان أخرى. نحن عندنا ريليجن، اللفظة الإنجليزية تقصد، كلمة ريليجن تختلف عن كلمة دين. كلمة ريليجن عندهم كما لا يخفى عليكم يعني تشير إلى مجرد الاعتقاد، يعني بدون اشتراط الفهم والإثبات. لكن عندنا هذه مسألة فاصلة، أن الاحتجاج والاستدلال هو أساس إثبات المعتقد، بدون هذا لا يمر المعتقد. أول ما يمر فيه المعتقد إن جاز أن نقول في أنبوبة العقل أولا. هذه خصيصة مهمة، هي فاصلة أيضا بيننا وبين غيرنا. فربما يقول بعض الناس إذن كيف يعني يكون الإيمان بالملائكة معقولا؟ نحن حينما نتحدث عن جانبين في الاعتقاد، الجانب الأول جانب يعني مطروح أمام العقل يستطيع أن يعالجه، وهذا معقول كوجود الله عز وجل ووحدانيته وقدرته وعلمه وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن، هذه قضايا أصول الأصول، وصحة اليوم الآخر والبعث، هذه أصول الأصول كلها. الجانب الآخر هو جانب لا يتصادم مع العقل ولكنه يسمو فوقه، مثل وجود الغيب، أمور الغيب التي لا يقول العقل باستحالتها ولا يقول بوجوبها، مثل مثلا وجود الملائكة مثلا. لكن كيف نصدق بالملائكة إذن؟ نصدق بهم في أننا أثبتنا لك أولا وجود الله عز وجل وصحة وجوده بآلاف الأدلة إن شئت أن تفصل معنا، وأثبتنا لك وحدانيته، أثبتنا لك صحة النبوة وكذا. فإذا ثبت صحة هذا كله أسندنا إليه، هو الذي قال لنا عندي ملائكة خلقتهم، هناك جنة خلقتها، هناك نار خلقتها. فإذا ثقتنا في المصدر الذي ثبت ثبوتا يقينيا بوجوده عز وجل وبوحدانيته سبحانه وقدرته الكاملة، إذا أخبرنا بخبر لا يستحيل على العقل، إذا الإنسان لا يستطيع إلا أن يصدق في هذه الحالة. فهذه خصيصة ثانية وفي غاية الأهمية، أن العقيدة هذه
ليست متصادمة مع العقل. ولو قارنت بين الإسلام وبين غيره لن تجد ولا ما يساوي ذرة، لو قارنا الذرة بالسماء حتى فلن نجد في هذه في الاعتقادات الأخرى مثقال ذرة يقابل هذا هذه المعقولية التامة للاعتقاد الإسلامي. خصيصة أخرى أيضا في هذه العقيدة هي تكاملها، وأقصد بتكاملها أنها تعالج كل القضايا الأساسية العامة في الوجود. فالإنسان يريد أن يعرف من أين جاء ومن أين جاء الوجود، ويعرف لماذا جاء إلى هذا الوجود، يريد أن يعرف ما مصيره. العقيدة تعطي منظومة كاملة للإجابة عن هذه الأسئلة، فهي تقول له إن الوجود خالقا خلقه، فتش وانظر إلى التناسق والتناغم والنظام ووجود العالم نفسه وكذا، تجد أنه أن عقلك يوجب عليك الإيمان بوجود خالق له. ثم تجيب عن بقية الأسئلة بنفس هذه الطريقة الواضحة. أيضا خصيصة أخرى في هذا في العقيدة الإسلامية، وهي أنها عقيدة واضحة ليست ملغزة، ليست فيها الغاز فلسفية، وليست فيها بسيطة وواضحة. بسيطة وواضحة إن شئت أن تقول. إشكالية الأديان عموما هي أنها تخاطب ناسا مختلف الثقافة، منهم العبقري ومنهم الرجل العادي المسكين الضعيف العقل، فهي تريد أن يؤمن كل هؤلاء بها. فإذا لابد أن تكون المنظومة مناسبة، وهذه هذا يتحدى كل الأديان، لا يتحدى الإسلام وحده. واستطاع الإسلام أن يخاطب الجميع بخطاب واحد، القرآن ليس للعباقرة وحدهم، وليس للعامة وحدهم، وليس للمهندسين وحدهم، ولكن لكل فئات الناس. فتغلب الإسلام على هذه القضية بأن كان خطابه عميقا وواضحا، وهذا لا يمكن أن يكون في كلام البشر العاديين. أن تقرأ قل هو الله أحد فيجد العامية أنها تعاليم إلهية توصي الناس بأن يشهدوا بأن الله واحد لا شريك له، فيفهمها ببساطته أن الله هو الرب والخالق والرازق والذي يقدر الأشياء. أما إذا نظر فيها عالم أو عبقري فربما يجد لها جذورا وأعماقا أكثر من هذا، ولو شئنا التفصيل لقلت، لكن هي بشكل عام النص واحد ولكنه يتحمل درجات من التفسير الأعمق فالأعمق دون أن يتصادم هذا مع هذا، ما دام متفقا مع أصول اللغة وقواعد فهم الأساليب اللغوية. نعم، هذه العقيدة بهذه الخصائص وتحديدا خصيصة أنها ربانية، ربانية المصدر، إلى أي مدى تركت أثرا في بنية العقل المسلم، منهجية التفكير عند المسلمين، أحالتهم إلى أن يكونوا هذه المنهجية في التفكير عند المسلمين إلى أي مدى تأثرت بهذه الخصائص، بهذه العقيدة بما حوته من خصائص وسمات؟ هل تركت أثرا واضحا ومحددا على عقلية الإنسان المسلم، على طريقة تفكيره ومنهجية هذا التفكير؟ هو أولا الذين تشربوا هذه العقيدة، وطبعا المثال الواضح هو مثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعدم أمثال هؤلاء الصحابة في الأزمان المختلفة، وإن فاتهم فضل الصحبة، أقصد أننا لا نعدم نماذج عظيمة جدا من المسلمين في كل زمن وفي كل بلد دخله الإسلام. لكن طبعا جيل كامل بهذه الصورة مربع على العقيدة، هذه التربية نحن لا نجده إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء تشربوا العقيدة، فتلاحظ شيئا أساسيا في حياة هؤلاء الناس، وأشار إليه سيدنا عبد الله بن مسعود حينما كان يقارن بين جيل الصحابة وجيل التابعين. القضية هي قضية أنهم حينما تشربوا العقيدة تشبه الأرض التي سقيتها بالماء الطيب وهي أرض طيبة، فآتت أكلا. ما الذي أثرت به العقيدة؟ أنهم عاشوا بالله ولله وفي سبيل الله، فكان ما يشغلهم هو الله، يذهبون يرجعون، يكتسبون كما يكتسب الناس، يسترزقون، يأكلون كما يأكل الناس، عندهم أسرهم وأولادهم، ولكن عاشوا بالله ولله. فهذه النقطة المركزية في حياة الشخصية المسلمة جعلت المواهب تتجه بطبيعتها في اتجاه يراعي هذه القاعدة، أنا أعيش لله وفي الله. عندي قائد عسكري مثل خالد بن الوليد يوجه طاقته إلى هذه الجهة، عندي واحد مثلا عمله الرائع هو الإدارة، إدارة الدولة، عمر بن الخطاب، فنجد أنه يوجه الطاقات في هذا الاتجاه. الإسلام الحقيقة لا يفتح مكاتب إدارية لتنمية المهارات، ولكنه يفتح العقول لكي تشتغل، ويفتأ يلشط الطاقات لكي تؤتي نتائج وثمرات في هذا الواقع. فلذلك الإسلام يشتغل على الأصول. مثلا الإسلام لم يكشف لنا الكون بمعنى علم الفلك وهذه العلوم، ولكنه فتح العقول لكي تنظر. انظروا، شغلوا هذه العقول وافتحوها لكي ترى. فمن هنا كان الصحابي الذي تشرب، كل مسلم هكذا يتشرب هذه العقيدة، فإنه يوجه الطاقة التي لديه. كما انظر إلى، نحن نجتهد لدنيانا، هم كانوا يجتهدون
لدينهم ودنياهم وآخرتهم معا، لأنه لم يعرف هذا الفصام الذي نعرفه في حياتنا. نحن فصلنا جعلنا الأمور المترابطة منفكة والمنفكة مترابطة، ربطنا الغريب بالغريب وفصلنا القريب عن القريب. وهذا خلل في التفكير لم يعني يشعر به أو لم يعاني منه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن من خلال كلامك يا دكتور، يعني ومن خلال ما ورد في كثير من نصوص في الآيات القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية، أنها كثيرا ما تركز، وأنت قلت قبل قليل بأنها من الله وإلى الله، كثيرا ما تركز النصوص الشرعية على أن اليوم الآخر والعذاب ومساعدة الفقراء والتصدق والمساكين وإلى آخره، وأحكام الحج والعمرة إلى آخره. هل هذا جعل الإنسان المسلم أقرب إلى أن يكون سماويا منه أن يكون أرضيا؟ بمعنى، هل غلب على الإنسان المسلم بسبب هذه العقيدة وخصائصها وبسبب هذه الأحكام أن يكون منشغلا بالتحضير للآخرة وبالزهد وبالقيم الأخلاقية على حساب بناء الأرض والعمران؟ وهذا كثير ما يقول عنه كثير من المستشرقين وحتى المفكرين الغربيين وسموا الإنسان المسلم بهذه السمات. إلى أي مدى العقيدة لها دور في ذلك إذا سلمنا بأنه كذلك؟ هو الحقيقة نص أن نقول أنهم يعني وازنوا. نحن في الإسلام يجب أن نعتقد أن يعني الحياة خط ممتد، بدأ بخلق الله عز وجل الكون وسيستمر حتى بعد القيامة، سيستمر هذا الخط، خط زماني ممتد. خلق الله عز وجل الوجود ويأتي الموت والقيامة وكذا ثم يمتد. فالصحابة لم يفهموا هذا الفصام النكد الذي فصل به الناس بين الدنيا والدين. هناك في سورة البقرة كما قال بعض الدعاة المعاصرين، قال إن الله عز وجل قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا فريق، ومنهم من يقول، فريق الثاني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لم يذكر فريقا ثالثا يقول ربنا آتنا في الآخرة حسنة، لا يوجد هذا الفريق، هذا فريق غير طبيعي، إذا وجد هو فريق غير طبيعي، عنده خلل، لأن الله عز وجل لم يخلق الدنيا خاصة بالكافرين، بل المؤمن أولى بها، لكن أولى بها بمعنى ألا يطغى فيها، ولكن أن يكون خليفة حقيقة يقيم أمر الله في أرض الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يلاحظ في حياة الصحابة أنهم يعني كما أنهم استمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما استمعوا إلى هذه الآية فإنهم استمعوا إلى قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فجمعوا هذه المفاهيم، يعني كما أنهم نظروا الحياة على أنها يعني متاع مؤقت، فإنهم نظروا إلى أن أيضا فيها خير وفيها بعض الفضل. ولذلك يروى عن سيدنا علي أنه كان يقول: كيف تذمون الدنيا وهي ممشى الأنبياء ومدفن الصالحين؟ فالدنيا لا تذم في ذاتها، إنما تذم بسيرة صاحبها وتمدح بسيرة صاحبها. فالدنيا خير ما ملأها صاحبها بخير، الدنيا الخاصة يعني دنيا الإنسان لا المهم. فتذم الدنيا بسيرة صاحبها وتمدح بسيرة صاحبها. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من الحديث عن جملة الوظائف التي تؤديها العقيدة. هذا ما أريد أن أسألك عنه، لكن لو أذنت لي بعد قليل هذا فاصل قصير ثم لنا عودة. أسعدكم الله مشاهدينا الفاضلين، وهذه عودة لاستئناف الحديث في موضوع العقيدة الإسلامية ووظيفتها، والحديث دائما مع دكتور نبيل فولي أستاذ العقيدة والفلسفة. أجدد الترحيب بكم دكتور. مرحبا بكم. كيف تبنى عقيدة المسلم؟ مصادر بناء هذا، مصادر هذا البناء؟ هو يعني يجب أن ننظر إلى عملية التربية على أنها عملية متكاملة، من عناصرها التربية على الاعتقاد الصحيح. الإشكالية أننا في بعض الأحيان ننظر إلى عنصر ما من عناصر التربية والإعداد. نحن نريد أن نعد إنسانا، فمن عناصر إعداده أن يعني أن ترسخ فيه العقيدة. طبعا وسائل ترسيخ العقيدة وسائل متعددة، لكن لا بد أن ننظر إليها على أنها جزء من عملية تربوية متكاملة، منها الجانب الأخلاقي والسلوكي، منها الجانب العملي والمهاري. فهذه جزء من مجموع
مجموعة أشياء يجب أن نغرسها في الشخصية المسلمة بشكل دقيق وصحيح. طبعا يعني يجب أن نربط الناس أولا بكتاب الله تعالى ووحيه، لأنه الخطاب الواضح المباشر للخلق بلسان الحق، يعني بمعنى أنه ليس مترجما وليس منقولا من لغة أخرى، وإنما هو كما قاله ربه جل وعلا، كما نطق به الله عز وجل، أو كما أوحى به الله عز وجل بقي كما هو. فكأننا نتلقى الخطاب الإلهي غضا طريا فنقرأ آيات الاعتقاد. بعض الناس يقول أنا أريد أتعلم العقيدة، اقرأ بدقة الآيات التي اشتملت على 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 نصوص الاعتقاد، وهي كثيرة جدا في القرآن. أكبر معلم للاعتقاد هو هذا القرآن، فلذلك ربط الناشئة والكبار أيضا بكتاب الله عز وجل، وخاصة مع التدبر. محمد إقبال كان يعني مما رباه أبوه عليه وصغير، قال يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. فهذه عاشت في ذهن إقبال، وفعلا كان رجلا قرآنيا الذي يقرأ شعره وينظر في فكره يشعر بأن إقبال حقق هذه المقولة، كان رجلا قرآنيا. الشعر الهندي العملاق. نعم. فالقصد هو أن ربط الناس بالقرآن ليس الربط الظاهري، ولكن الربط الحقيقي، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن نزل للتدبر والفهم. لا نربط الناس بصوت القرآن فقط، ولكن بصوته العميق وهو معانيه. ولذلك الإخوة الذين يحافظون على في أي بلد إسلامي يحافظون على الورد القرآني، نقول لهم تفكروا في آيات الاعتقاد جيدا. ثم الأمر الثاني أن الاعتقاد يحتاج إلى دعم عملي وممارسة الإسلام بشكل عملي، وهذه تدعم. لذلك هناك تبادل بين العمل والاعتقاد في الإسلام. مثلا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فسماعهم لآيات الله عز وجل سواء تكلمنا عن القرآن أو الآيات الكونية تزيدهم إيمانا. معنى ذلك أن العمل يدعم الاعتقاد والاعتقاد يدعم العمل. الصدقة السر تقوي الاعتقاد المسلم بالله. اعتقاد المسلم بالله عز وجل وثقته فيه سبحانه يجعله مجاهدا حقا كذا. فهناك تبادل كلاهما يقوي الآخر، العلم والعمل، يعني الاعتقاد والعمل يتكاملا. لكن معذرة دكتور، يعني العقيدة المنجية، إذا يعني العقيدة التي ينجو بها الإنسان يحملها بين أضلاعه، هل يكفي القرآن لبنائها أم يحتاج إلى مصادر أخرى مثل السنة النبوية مثلا؟ هل ما دور السنة في بناء العقيدة هنا؟ ما سأتي على هذه النقطة. تفضل. هناك أيضا شيء آخر، هو ليس فقط ربط الناس بالاعتقاد مجرد مسائل الاعتقاد، ولكن بمبادئ الاعتقاد أو طرق ترسيخ الاعتقاد، منها مثلا التفكر. التفكر في القرآن في كثير من الأحيان مرتبط بالاعتقاد. يعني مثلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه دعوات لمراجعة الإيمان وتقويته. لماذا؟ لأن العبد المتفكر يعني سيتأمل مصنوعات الله المباشرة، مصنوعات الله المباشرة. يعني حينما يتحدثون عن المطر أنه حديث عهد بربه، أو عن ثمرة مقطوفة الآن من أصلها، فيقول هذه حديثة عهد بربها، أي لم يعالجها بشر، وإنما هي الآن مصنوعة صنعة إلهية. فكذلك الكون يعني مملوء بهذه الأشياء، يعني الصنعة الإلهية المباشرة أمامنا نستطيع أن نتدبر فيها لكي تسهم في ترسيخ هذا الاعتقاد. هناك شيء آخر وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة أعظم إنسان عبد الله عز وجل في تاريخ الإنسان. نحن نقول الإنسان كائن مميز ولقد كرمنا بني آدم. فهذا يعني هذه الكرامة وهذا التكريم الإلهي للإنسان أكبر ما يتمثل، فإنه يتمثل في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي مارس الاعتقاد وطبقه وربى عليه وأدب عليه ونشأ الناس عليه. هؤلاء الصحابة الذين مروا بمصاعب ومصائب وشدائد، كانت هذه تربيهم على الاعتقاد فتمسكوا. والحقيقة لم يحتاجوا إلى زمن طويل لكي يتمسكوا بهذا الاعتقاد. سيدنا بلال من أول سنوات الإسلام وهو يقول أحد 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 أحد، لأنه عاين الحق وعاين الحقيقة. ما السر في هذه السرعة، سرعة بناء الاعتقاد عند الصحابة؟ هل هي العقيدة نفسها بخصائصها وطبيعتها حتى ترسخت فيهم بسرعة ولم تحتاج إلى زمن طويل؟ قيصر أجاب عن هذا السؤال، هرقل ملك الروم، حينما سأل أبا سفيان، وهذا في من حديث البخاري، سأل أبا سفيان قال هل يترك أحد دينه سخطة عليه، معنى الكلام طبعا، فقال لا. فهرقل لما فسر هذا قال كذلك بشاشة الإيمان، يعني حلوة الإيمان وجماله، إذا خلطت القلوب لا تغادرها. فهو فقط يكتشف السر.
الإيمان ليس مسائل رياضية، الإيمان ليس مجرد قضايا حسابية عقلية علمية، لا، هو له بعد عاطفي وهذا خطير جدا. نعم، ليست مجرد قضايا، يعني أبعاد الإيمان نفسها لها بعد عقلي طبعا لا شك. كنت أريد أن أسألك عن علاقة الإيمان، مثلث العلاقة بين الإيمان والعاطفة والأخلاق. نعم، هو يعني المسوغ الإيمان عقلي، يعني الذي يجعل الإيمان صحيحا أو خاطئا هو الفهم العقلي، تمام، دون أن نقول إن كل قضية يجب أن تكون واجبة عقلا، لا، ولكن نقول القضايا الأصلية الأساسية، يعني الإيمان بالله تعالى وحدانيته وكذا، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوة، هذا يعني لا بد أن يكون معقولا تماما. لكن قد تكون هناك مسائل كما أشرت تتجاوز العقل كوجود الملائكة وكذا إلى آخره. أما البعد العاطفي فهو البعد الذي يجعل العبد يعني يتعامل مع ربه جل وعلا. محمد إقبال له يعني أيضا نذكره في هذه المناسبة، هو كما يقولون هو الفيلسوف الإسلامي الوحيد في العصر الحديث، وصفه بعض الناس بهذا الوصف، الشخص الوحيد في المسلمين الذي ينطبق عليه أنه فيلسوف في هذا العصر ويعبر عن الإسلام بشكل عظيم هو محمد إقبال رحمه الله. إقبال له تعبير التجربة الدينية، يقول التجربة الدينية لها ظاهر وباطن، الجزء الظاهر والممارسة الإسلام ما نسميه الإسلام يعني، ثم الإيمان يعني التعامل مع الله. أنت يا أخي الكريم أي مسلم حينما يقف في الصلاة يتعامل مع الله مباشرة، ليس بينك وبينه حاجز، أعني أنك لم تحتج إلى أن يكون الشيخ واسطة بينك وبين الله، أنت مباشرة. لذلك هناك قولة لأحد السلف، قولة جميلة ومختصرة، يقول يعني معنى كلامي، يقول ما أعجبك يا ابن آدم أو ما أعزك يا ابن آدم، تدخل على الملك متى شئت، تدخل على الملك متى شئت. فقيل له كيف؟ قال تتوضأ وتصلي. فإذا لا تحتاج إلى استئذان لكي تقرأ في كتاب الله ويكلمك الله، لا تحتاج إلى استئذان من والد ولا والدة ولا شيخ ولا أمير ولا إمام لكي تكلم الله في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا هذه الصلة المباشرة يجب ألا تفقد. فالجانب العاطفي في الاعتقاد جانب أساسي، لا خير في دين يتعامل الناس معه بعاطفة جامدة ميتة، يجب أن تكون عاطفة المسلم حية متيقظة. فهنا يتكامل الجانبان العقلي والعاطفي أيضا. هل العقيدة هنا بهذا المعنى، هل العقيدة تغذي العاطفة؟ بلا شك طبعا هي تحيي العاطفة، يعني حينما تشعر، يعني الشيخ سيد قطب رحمه الله في مقدمة الظلال يتكلم كلاما جميلا جدا حول أن الاعتقاد الإسلامي يكشف لك عن أن الزمان ليس هذا الزمان الذي تعيشه وحده، وليس المكان هو المكان الذي تعيشه وحده، الدنيا أرحب، الوقت الزمن أرحب وأوسع، والكون والوجود أرحب وأوسع، ليس الكون الدنيوي فقط ولكن الكون الأخروي كذلك. فهذه العقيدة توسع المدى، تكشف الطرق والمدارك، فهي المدارك تتابع لذلك. إذا قيل لنا إن العالم كله هو هذا المكان، نعم، فسيكون تفكيرنا ضيقا بهذا القدر. إذا قيل لنا إن الحياة كلها هي الدنيا يضيق تفكيرنا، وهذه إشكالية الحضارة الغربية، ضاق تفكيرهم وقصروا جهدهم على الدنيا. لماذا؟ لأنه قيل لهم إنه لا، ليس هناك آخرة، الجنة هنا وليست هناك، كما كان يقول ماركس، الجنة هنا، لماذا نبحث عن الجنة الأخرى؟ لا، نحن نقول لا، هناك جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولكن جنة الدنيا تمهد لجنة الآخرة. جنة الدنيا أن تستقيم، أن ترضى، أن تبذل جهدا في زيادة الخير في هذا العالم وإنقاص الشر، أن تبذل جهدا في ربط العباد بمولاهم وخالقهم. يعني ماذا يبقى للعبد إن أنكر فضل صاحب الفضل الأعظم عليه؟ ماذا يبقى للعبد؟ ماذا يبقى للعبد إن قطع الحبال بينه وبين خالقه؟ الإنسان إذا شعر بأنه لا يعرف والده يشعر بتيه عظيم، لا يعرف والده، لا يعرف جده، لا يعرف عائلته، ما بالنا إذا عاش الإنسان ولا يعرف خالقه؟ التيه أشد، والموت أصعب من موت الإنسان الذي يشعر بأنه لا يعرف جذوره ولا يعرف آباءه ولا أجداده. في هذا السياق أي دور تؤديه العقيدة؟ وظيفتها؟ طبعا العقيدة يعني لعل بعض الكلام أجاب عن هذه المسألة، هي العقيدة ما دامت تصنع هذه التصورات الكبرى ولكن بحق، وتكون مفهومة بشكل صحيح وتكون مغروسة. لا ينبغي أن تتحول العقيدة لجدال حول بعض المسائل. بعض الشباب يظن أن الاعتقاد هو أن نتجادل حول ما صحة فهمنا لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. تتحول العقيدة إلى مجموعة جدليات بيزنطية. لا، العقيدة ليست هكذا. العقيدة هي معاني وتصورات تعيش في عقل المسلم وقلبه، تعيش في عقله لأنها مفهومة وفي قلبه لأنها حية، ثم تتحكم في فعله.
أصل الإنسان والفرق بينه وبين الكائنات الأخرى هي أن محصوله النفسي والعقلي هو الذي يعني يتحكم، لا أقول يتحكم بشكل كامل، هو الذي يحدد اختياراته، يحدد اختياراته. بمعنى أن إيمانك برب العالمين وباليوم الآخر يجعلك تسلك، إذا كانت صحيحا إن شاء الله يكون صحيحا، يتحكم في سلوكك. الذي يؤمن بأن يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا يتحكم في سلوكه، وإن كان حسن الأخلاق لكن هذا يتحكم في سلوكه ويحد أهدافه. أما الذي يؤمن بوجود إله فإن أهدافه تكون أعظم من ذلك وأكبر وأضخم حسب هذا الإيمان. إذن الإيمان والاعتقاد وظيفته أن يرسم التصورات، فإذا رسمت التصورات بشكل صحيح، التصورات العامة الكبرى لهذا الوجود، أن يقال لنا إننا لسنا لم نخلق عبثا، لم نوجد عبثا، أو لسنا موجودين عبثا، إنما هناك إله خلق وإله أمر وإله عظيم يحبنا لأنه يرشدنا إلى ما فيه خيرنا ونفعنا. نقطة مهمة دكتور، أريد أن أستدرك عليها، أو سؤال يعني أبنيه عليها، سؤال استنتاجي عليها، يعني هذه التصورات الكبرى عند المسلمين الموجودة أو التي يعني تستنبط من هذه العقيدة، هل يستوي فيها الأمي والعالم بناء على هذه العقيدة التصورات الكبرى؟ هو الأصل يعني يطالب بها العامي والعالم، يطالب بها تقصد؟ لا أقصد يعني هذه التصورات التي تبنيها العقيدة في نفوس معتنقيها، هل تنطبق على الأمي وعلى العالم؟ بمعنى أن الأمي الذي يؤمن بهذه العقيدة ويعتقدها ويؤمن بها بقوة تتشكل عنده هذه التصورات، مثله في ذلك مثل العالم حتى وإن كان العالم أوسع رحابة وأبعد مدى؟ هي الاعتقاد في ذاته يعني تحويله إلى طاقة عاملة في الوجود، تمام؟ إذا ربطته بمدارك الإنسان على قدر فهمه فإن طاقته هي التي ستحدد فعله. بمعنى أنه قد يكون إنسان عادي جدا، عادي بسيط، ليس عالما ولا شيء، ولكنك ربيته على الاعتقاد الله يراك وأنت يجب أن تحرص على إرضائه، وعدك بجنة، وعدك بكذا، فرسمت له هذه التصور بشكل يناسب عقليته. هذا ربما لو شارك في الدفاع عن أرض الإسلام وبلاد الإسلام ربما عمل العجيب، كما سمعنا في بعض البلاد، يعني في البوسنة قديما سمعنا أن جنديا كان قد أصيب بالصمم، وأمرت يعني المجموعة التي كان يقاتل فيها الصرب أمرت بالانسحاب، لكنه لم يسمع، فظل يطارد المجموعة الصربية هذه حتى قتل بعضهم ثم رجع سالما. فقيل له أين كنت؟ قال أنا ما سمعت أنكم انسحبتم. فإنسان عادي، ولكن يقوم، ليس هو فقط، في كل زمان هكذا. أقصد أن الاعتقاد إذا رسمت معالمه في شخصية المسلم على قدر إدراكه وفهمه وبوضوح وبتلقائية وببساطة وبعملية، فإنه حسب طاقته تتفجر ينابيعه في الواقع حسب طاقة هذا الإنسان وحسب المجال الذي يسعى فيه، قد يكون مجالا عمليا، مجالا مهاريا، مجالا أي مجال، فيتفجر طاقته بهذه الطريقة. هل العقيدة من الأبواب التي يصح فيها التقليد، أن يقلد المسلم في باب العقيدة، مثلا يقلد عالما ما يقلد أبا حنيفة أو الشافعي، أم أنها من أسوة بالأحكام الفقهية، أم أنها من المسائل التي ينبغي أن يعقلها مستقلا بذاته عن غيره؟ هو العلماء لهم في هذا أقوال كثيرة، يعني بعضهم قال إن المقلد، وهذا شديد جدا، قالوا المقلد في النار، المقلد في العقيدة يعني، لأن العقيدة واضحة، مجموعة مسائل ليست كثيرة، العقيدة الأصول الستة هذه واضحة جدا، قال فريق من أهل العلم إنه في النار، لكن استدرك عليهم آخرون وقالوا يعني إن كان قادرا على الفهم والتمييز فهو لا يجوز في حقه التقليد. أما العامي البسيط لا يجوز، يعني هنا حرام. لا حرام طبعا، نعم. أما العامي البسيط الذي صاحب المدارك البسيطة يعني ليست غير القوية يعني، فهذا يعذر في أمره. طيب كيف يعذر؟ وقبل قليل قلت لنا دكتورا مشكورا مأجورا إن شاء الله بأن هذه العقيدة راعت البسيطة والمتعلم، راعت حتى الأعرابي الذي فهم وفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة أين الله، قالت له في السماء، هذا يعني أنها لديها تصور، لديها فهم، لديها إدراك عقدي معين، فكيف يكون يعني معذورا من لديه إدراك بسيط وهذه العقيدة ببساطتها جاءت للكل، للبسيط وغير البسيط؟ هو ما أنا ذكرت اختلاف العلماء حتى تتسع الرؤية، لكن هو الـ بعض الناس نشأ في بيئة إسلامية، ولكن ربما تقاليد البيئة أو عدم اهتمام الناس بأهمية الفهم والتفكير جعلهم يمشون في الطريق، هم مسلمون كالمسلمين، فلا نريد نحكم على هؤلاء الناس بالخروج من الدين، لأنه لم يعني ربما يكون المقصر من لم يؤدي الواجب نحوهم. فهؤلاء يعني بعض العلماء قالوا يكونون في حواشي الجنة، يعني أطرافها، يعني أطراف الجنة يعني.
لكن على العموم لا يجوز التقليد في أمر العقيدة. بعض الناس ربما لا يفهم هذه المسألة أصلا، لو قلت له ما معنى التقليد في العقيدة ربما لا يفهمها، فيريد توضيح القضايا والأمور، والدعاة مسؤولون عن هذه المسألة. تقول له لا يجوز، يعني يجوز لك أن تقلد في الفقه، لأن مسائل الفقه كثيرة ومتعددة ومتفرعة تحتاج إلى تخصص. أو أما قضايا الاعتقاد فأنت تؤمن بأن الله واحد مثلا، هل هذه مشكلة؟ ليست مشكلة. أنتقد أن تؤمن بأن الله كامل القدرة، أنه يعلم كل شيء، أنه كذا، فهذه مسائل بسيطة ليس فيها إشكال. أن تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق، وأن القرآن من الله تبارك وتعالى، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يحاسب الناس، يعني قضية بسيطة يعني. نعم، ربما وصلنا إلى الحديث عن علاقة المسلمين المختلفين عقديا أو المختلفين في تأويل عقائدهم، فرعيات هذه العقائد فيما بينهم، علاقتهم فيما بينهم، وعلاقة دور العقيدة في علاقة المسلمين بغيرهم، ولكن بعد فاصل أخير لو أذنت لي. وصلنا إلى الفاصل الأخير، نعود إليكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور، حقيقة لدي الكثير من الأسئلة، لكن ربما أبدأ بما أراه أهمها. اليوم يعيش المسلمون واقعا اجتماعيا سلبيا، حيث تتردى فيه الأخلاق كما تشاهد لدى كثير من المجتمعات الإسلامية، وهذا لا يحتاج إلى إصابة دليل في عيانه ومشاهدته. ما أسباب هذا التردي الاجتماعي انطلاقا من عقيدة المسلمين، التعامل كمعيار في هذا الأمر؟ هو يعني كما أسلفتم بأنفسكم إن الاعتقاد هو الأصل، فالخلل العام الذي يحدث عند المسلمين خلل يعني أصوله يعني ترجع إلى خلل في التربية الاعتقادية. وأنا ذكرت لكم أن التربية مسألة متكاملة، بمعنى أننا نحن نريد أن نربي الناس على العقيدة صحيح، ولكن نربيهم على عقيدة تعمل مع الواقع، ليست مجرد مفاهيم يصدق الناس بها. هناك بعض المتكلمين القدامى أو بعض المبتدعة جزاء أن تقول زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة، أن تعرف أن الله موجود فقط، هذا قتل للجانب العملي للإسلام. الأصل هو أن الإسلام يطلق في هذا الوجود كائنات مباركة هي المؤمنون، تمام، بمعنى أنه يربي الناس على الاعتقاد تربية عميقة، يرسم هذا الاعتقاد بأقلام جميلة في داخل أعماق القلوب المؤمنة، ويحرك عواطفها ويقنع عقولها حتى تسير في هذا الوجود سيرا حسنا. حدوث الخلل في هذه المسائل، مثلا انشغالنا بقضايا شكلية مثلا حول العقيدة، مثلا سوء فهمنا لبعض القضايا، يعني مثلا اعتقاد الإنسان بأن التسليم لله عز وجل يعني السلبية، وأن هذا إيمان بالقدر، نحن متخلفون يجب أن نسلم بأن هذا قدر الله عز وجل. لا، القدر يغالب، بمعنى أن الله عز وجل أنت لا تدري ماذا قدر الله لك غدا وبعد غد، فاسعى إلى أن يكون ما قدره لك خيرا، وهو جعل لذلك أسبابا سبحانه، كل شيء بيده سبحانه، لكن جعل لكل شيء سببا، بمعنى أنه لم يكتب علينا أن نكون متخلفين بدون ذنب منا، لا بالعكس، كل ما يحدث لنا هو بما كسبت أيدينا. ولذلك سيدنا عمر له قولة جميلة وعظيمة، يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من التخلف إلى القوة والتقدم، وفقا لأسباب وطرق وأساليب. لكن تحدثت عن خلل في التربية العقائدية عند المسلمين، أريد أن أوضح معك هذا المفهوم، هل هذا الخلل يعني فساد في هذه العقائد عند المسلمين، أم جهل في حقيقة هذه العقائد، قلة وعي في العقائد؟ هو في إشكالية في فهم الناس للعقيدة، هو أن فهمهم في بعض التشويش وعدم الوضوح. يعني كثير من قضايا الاعتقاد لو رحت تتكلم مع الناس فيها تحتاج إلى بيان وتوضيح، بمعنى أن يعني ديناميكية العقيدة وكونها شيئا عمليا مؤثرا في الواقع بالفعل شيء لا يذكر إطلاقا. مثلا كما ذكرت قبل قليل، يعني كون الإيمان بالقدر قوة دافعة وليست قوة معطلة، كون الإيمان بالله الواحد
يجعلنا واثقين في أنه هو الذي يرزقنا وليس الآخر وليس يعني ليس الرزق بيد الآخرين. كل هذه جوانب غير واضحة في 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 في, في الشخصية المسلمة في هذا الزمان. بل ربما تجد رجلا يعني قد بلغ في علم ما من العلوم مبلغا دون أن يدري بعض الجوانب الواضحة في الاعتقاد. يعني مثلا الإيمان بالملائكة، بعض الناس ربما يرى أنه ليس له فائدة، مجرد موظفين يعملون عند الله عز وجل، لكن هذا جزء من هندسة الكون كما خلقه الله. هندسة الكون لها جانبان، جانب ظاهر وجانب غيبي. الجانب الظاهر لا نحتاج إلى أن ندعو الناس إلى الإيمان به لأنهم يرونه، أما الجانب الغيبي فهو يحقق التناسق بين العالمين الغيب والشهادة، فيقدم من عالم الغيب نموذجا للكمال المخلوق، للكمال المخلوق أي العباد المخلوقين، للعباد المخلوقين الملائكة. فكأن المسلم يريد أن يصل لهذه القمة، قمة العبودية لله عز وجل. بل إن في القرآن ما يدل على أن المؤمن بوضوح شديد أن المؤمن خير من هؤلاء الملائكة إن سلك الطريق إلى الله عز وجل، وهذا قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية هنا بمعنى الخلق، وتخصيصها بالناس ربما يعني الأولى أن نعممها. لو حاولنا أن ننطلق إلى آفاق أرحب في قضية التعامل مع التربية العقدية لدى المسلمين، هل الأمر والخلل أو المفاسد الحاصلة في التصورات أو في العقائد عند المسلمين مردها إلى سوء تربية عقدية أم مردها إلى تأثر علاقتهم بعقائدهم بالجو العولمة الدولية والعالمية التي تكتسح الحضارات والشعوب والمجتمعات وحتى البيوت؟ ما علاقة هذه المفاسد أو الجهد العقدي لدى كثير من المسلمين العولمة، ظاهرة العولمة؟ هو ربما يكون جزء كبير، يعني والله تعالى أعلم، جزء كبير من الخلل في هذا الجانب وفي جوانب كثيرة هو سقوط المؤسسات التي كانت تمثل مراكز للإسلام في العالم، سقوطها وتهافتها وغزوها من الداخل بالفساد والاستبداد. يعني بمعنى على سبيل المثال، مثلا الإنجليز احتلوا مصر أكثر من 70 سنة، لكن من الذي كان يقف، يعني القامة الثقافية الكبرى التي كانت تقف دون تغيير هوية المسلمين؟ الأزهر. فوجود مركز أو مؤسسة ثقافية تحتوي وتربي وتخرج، هي لا تخرج فقط معلمين للمدارس، لا، هي تخرج عناصر اجتماعية تعمل وفق الإسلام، قادة رأي، زعماء، يعني هؤلاء هم الذين قادوا الثورات وكان لهم دور كبير جدا. فهذه كثير من هذه المؤسسات، لا أتكلم عن مصر وحدها ولكن هذا مثال، يعني كان 70 سنة كانت كافية لتغيير لسان الشعب المصري، وكانت كافية لتغيير دين الشعب المصري، وكانت كافية لأن يتحول المسلمون لأقلية، 70 سنة من الغزو العميق لمصر، لكن بقي بسبب وجود مؤسسات تمثل أولا الدين وتمثل ثانيا الوطن نفسه. لا أتكلم عن الأزهر وحدها ولكن أتكلم حتى عن مؤسسات الدولة التي كانت نائب محمد علي، كان عندها نوع من المصابرة حتى تبقى، يعني حتى الملكية نفسها تمثل مؤسسة من مؤسسات مقاومة الاستعمار بشكل أو بآخر، لأنها كانت تريد أن تبقى. لكن دعنا نتكلم عن مؤسسة الإسلام، هذه المؤسسات التي يعني تمثل محاضن، تخرج جنودا، يعني لعلكم سمعتم عن الشيخ أحمد السرهندي. الشيخ أحمد السرهندي هذا كان من علماء أوائل القرن 11، كان في الهند. هذا الرجل كان مؤسسة وحده، هذه الشخصية تدل على أن المسلم الواحد العالم يمكن أن يكون مؤسسة. ماذا كان يصنع؟ أمة. كان يربي، يلقبونه بمجدد الألف الثاني من الهجرة. يعني ماذا كان يصنع؟ كان يربي الأتباع والعلماء، يربيهم على العلم والربانية في وقت واحد، يربي عالما ربانيا ثم يرسله، أرسل إلى تركيا بعض العلماء وإلى بلاد الشام وإلى غيرها. يعني الاتجاهات النقشبندية وغير النقشبندية أصلا مصدرها هو هذه الإرسالات. كان يرسل إلى يعني أفغانستان وإلى الشام وإلى تركيا وإلى أنحاء الهند. كان يعلم أن مصيبة الإسلام في زمنه مصيبة عامة، فلذلك كان يمثل مركزا لتخريج هؤلاء التلاميذ وإرسالهم إلى الأنحاء. فنحن نفتقد هذه المسألة، سواء في صورة عالم يفعل هذا أو في صورة مؤسسة تفعل هذا. ودخلت العولمة فلم تجد حصونا مانعه فتخللت. لكن في هذا السياق يعني ثمة هنا فرق
إسلامية، نتحدث عن الصوفية، عن الأشعرية، عن السلفية، عن الماتريدية وغيرهم من فرق المسلمين، ثمة خلافات عقدية بين هذه الفرق، هل الخلافات هذه في العقائد أم في تأويل هذه العقائد؟ هو الحقيقة يعني طبعا الصوفية ليست فرقة، لا يعتبرون فرقة. الصوفية في الأصل أغلبهم أشاعرة في الأصل، وكثير منهم أيضا ماتريدية، لكن نريد نقول أصل استقاء الاعتقاد، أصل استقائه مما من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الكتاب والسنة، تمام، هو بسيط وواضح، تمام. يعني هؤلاء العلماء الذين اختلفوا، طبعا هناك نطاقات مختلفة، نطاق سني في علوم العقائد، ونطاقات أخرى، نطاق شيعي، نطاق معتزلي، وإن كان ليس هناك معتزلة في هذا الزمن يعني لا يمثلها علماء حقيقيون، ولكن هناك فكر اعتزالي موجود. أين الاختلاف بين هؤلاء؟ يعني في النطاق السني الاختلافات بسيطة، ليست كبيرة يعني لكن اختلافات عقدية أم اختلافات في تأويل هذه العقائد؟ يعني هم لديهم عقائد مختلفة أم عقيدتهم واحدة لكن ثمة اختلاف في تأويل وتفسير هذه العقائد؟ يعني الاختلافات في تأويل بعض فروع الاعتقاد، نعم، يعني ليس أكثر من هذا. طيب، ولكن يعني علينا أن نعلم أن يعني أننا لا نستطيع أن نعلم الجماهير هذه العقيدة الإسلامية من خلال كلام هذه المدارس. هذه في الغالب تحتاج إلى يعني قدرات خاصة، وهي مدارس علمية أكثر منها مدارس دعوية، مدارس علمية يعني تربي تلاميذها على هذا المنهج يعني. طيب، يعني كيف يمكن أن يتعاطى المسلم مع إخوانه المسلمين من يختلفون معه في تأويل وتفسير بعض فرعيات العقيدة؟ كيف ينبغي أن يكون التعامل معهم انطلاقا من هذا الاختلاف العقائدي؟ نكف عن الجدل، لا نحول القضايا العقيدة إلى قضايا جدل، هذا أمر. الأمر الثاني أن ننظر إلى ما يجمعنا بإخواننا لا ما يفرقنا عنهم. الأمر الثالث إن تناقشنا نتناقش بأصول علمية واضحة قائمة على الدليل البسيط الهادئ، ونقول لمن يناقشنا إذا يعني إذا أراد الشباب أن يتناقشوا أو غير الشباب حتى أن يتناقشوا فليقوم هذا على أصول علمية، وفي النهاية إن لم يترجح عندك غير مذهبك فخلاص يعني لم يترجح عندي، وأنت مستعد أن أقول لك لم يترجح عندي إلا هذا أو ترجح عندي هذا. فلو أقمنا النقاش على هذه الأصول بحيث لا تفسد المودة بيننا، لا ينبغي أن تتحول الجدالات حول قضايا العقيدة إلى سبب لتفرقة المسلمين. يحدث في كثير من لا أقول بلاد الأغلبية المسلمة فقط، ولكن حتى بلاد الأقليات المسلمة في سريلانكا وتايلاند وغيرها، أن يعني يتشاجر الشباب، هذا قادم من جامعة كذا من بلد كذا، وهذا قادم من جامعة كذا من بلد كذا، وهذا قادم من جامعة ثالثة، كل واحد جاء بمنظومة فكرية غير الآخر، فيتشاجرون أمام الهندوس والبوذيين والنصارى وغيرهم، فيبدو يعني منظرنا سيئا جدا، كأنهم يحكون ما جرى في القرن السابع. يعني كان المغول يدعون إلى قصورهم، زعماء المغول كانوا يدعون إلى قصورهم المسلمين يتناقشون، الشيعة والسنة مثلا، يدعون الشافعية والأحناف، ما كانوا يراعون الأصول التي تجمعهم، ولذلك كان كثير من المغول ينفرون من هذه الأشياء وينفرون من كل المذاهب لهذا السبب. طيب، ربما أختم معك بسؤال في سياق علاقة المسلم بغير المسلم بالآخر، أي دور تؤديه العقيدة في صوغ هذه العلاقة؟ طبعا يعني هناك جانبان في المسألة، جانب الاعتقاد نفسي وجانب المعاملة. جانب الاعتقاد لن يصل بنا الحال إلى أن نصحح، لن يصل بنا المسامحة والتسامح الذي يتكلمون عنه إلى أن نصحح شيئا يناقض عقيدتنا. لن نقول لغير المسلم عقيدتك صحيحة ما دامت لا توافق عقيدتنا، لكن له حق عندي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند وفاته عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه كان يوصي بها مما أوصى به عليه الصلاة والسلام أهل الذمة، وسيدنا أبو بكر في آخر حياته كان يوصي بأهل الذمة، لا أذكر وصية النبي بأهل الذمة كانت في آخر حياته أو في غير آخر حياته، لكن أوصى بهم على أي حال. وسيدنا أبو بكر في وصيته لسيدنا عمر كان يقول هذا الكلام، يوصي بأهل ذمتنا. فمن الناحية، لكن بشرط أن يكون أهل الذمة ملتزمين بشروط المسلمين، أليس كذلك؟ هذه تفاصيل مفهومة، لكن أقول بشكل عام نفصل بين موقفنا من الاعتقاد وموقفنا الاجتماعي إنجاز التعبير والسياسي وكذا. نعم، لهم حق البر وحق الرعاية، ما داموا طبعا نحن راعي وهم يراعون طبعا بلا شك، نبادلهم مراعاة بمراعاة، ولكن لن يصل بنا الحال إلى أن نصحح خطأ يناقض عقيدتنا. نعم، وكذلك للوقت حق علينا الذي أدركنا. أشكرك في ختام هذه الحلقة دكتور، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الضافية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة، شكر الله لكم، في حراسة الله.